والسلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. تكلمنا في الفيديو السابق حول أصل الوجود الجزء الأول، وهي عملية صعود من تحت إلى فوق، ولهذا كانت نوعا ما صعبة، خاصة لمن هو غير مطلع على هذا النوع من العلوم. ولكن بعد أن وصلنا إلى أن أصل الوجود المتكون في الظاهر من عالمين، عالم المادة وعالم الحس أو ضد المادة، قلنا إن أصل هذا الوجود هو العدم، فهو العدم بالنسبة للوجود وليس العدم بالنسبة لذاته، منقسم إلى قسمين: اللا مادة واللا حس، لأن الوجود هو في الحقيقة عكسه. وفي هذه الفيديو سوف نبدأ من أول العدم إلى أن نصل إلى نقطة الوسط التي أدت إلى ظهور الوجود. إذن الآن سوف نقوم بعملية نزول، إذن تابعونا ببطء، سوف تفهموا النظرة الفطرية الإنسانية الأولى لفهم عالم الوجود. إذن الوجود مصدره العدم، ولا يمكن أن نفهم العدم إلا من خلال مقارنته بالوجود. وكما قلت وأقول، أكبر المشاكل لدينا هي نقل الحس إلى أفكار وكلمات. إذن المصطلحات المستعملة هي أكبر عائق لفهم الحس، ويعبر على هذا المعري في أحسن تعبير عندما قال إن المنطق والكلام لا يترجم الحس. المنطق والكلام والعبارات تكذب علينا، نقول الأشياء استعارة وتوافق، مع العلم إن ما نقوله عن الأشياء ليس كما نحس. طبعا أنا لم أنقل قول المعري بالتفاصيل كما ذكرها، وإنما المعنى من الكلام متاعه حول مسألة التعبير والحس. إذن من أجل أن نفهم، يجب أن يكون هناك توافق في استعمال المصطلحات حتى لا يقع الخلط في الفهم. إذن يجب أن نتفق على المصطلحات المستعملة، ليس مهم المصطلحات بحد ذاتها، وإنما الأهم أن تكون عندنا كلمات قارة نستعملها باش نجمو نفهمو العملية. وننطلق من العالم هذا اللي احنا موجودين فيه بكل ما يحتوي. هذا العالم اللي احنا توا موجودين فيه واللي انا قاعد نحكي فيه ونتكلم معاكم يتسمى عالم الوجود. وهذا العالم اللي نطلق عليه عالم الوجود هو نابع وركيزته عالم العدم. عالم العدم هو عكس عالم الوجود، وفي نفس الوقت هو الركيزة بتاعه ومنه ظهر. عندما كنت نتعلم عند الشيوخ الذي يحاولون أن يعلموك الفطرة وفهم الفطرة، في الحقيقة كانوا ما يستعملوش مصطلحات، وإنما يستعملوا الأعداد، لأن الأعداد هي أفضل مصطلحات لفهم الوجود والعدم. فكانوا يطلقون على عالم الوجود هي الأعداد الإيجابية، بينما يطلقون على عالم العدم أو اللاوجود الأعداد السلبية. وطبعا تابعونا في الرسوم اللي نحطها بشوية بشوية حتى نفهم
كيفاش ظهر الوجود من العدم. إذن هذا الذي أمامكم الأزل العدمي، وهو الذي نطلق عليه الأعداد السلبية الأزلية. انظر إلى الصورة ثم تجرد من الصورة واكتفي بتصور الأعداد السلبية، لأن الصورة لا تعبر على الحقيقة، وإنما الأعداد هي أقرب شيء للتعبير عن الحقيقة، والتسلسل الأعداد هي ليس أفقية بل عمودية كما في الصورة، أي الظهور إلى فوق، ليس امتداد وتواصل، ليس هناك حركة نحو اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف، وإنما حركة نحو الفوق أو التحت، المهم إنها عمودية. ولكن عمودية ليس كما نتصور، فهي في نفس المكان، لو صح أن نستعمل كلمة مكان، لأن ليس هناك مكان وليس هناك جهات. يعني عندما نقول عمودية لكي نؤكد إن نفس المكان بين قوسين، أي ليس هناك اتساع. سوف نفهم ذلك بالمرحلة بالمرحلة، وسوف نضرب أمثلة مادية يمكن أن نفهم منها ماذا حدث تقريبيا. إذن أتركنا نأخذ العدم في آخر مراحله، ما يسمى بالعدم الواحد السلبي الذي يأخذ شكل مربع، ثم قبله العدم المثنى أو العدم الاثنين، ثم العدم الثلاثة والأربعة والخمسة إلى الأزل، وكل ذلك يجعل لنا العدم المربعات الأزلية. إذن هنا العدم الأزلي أو الأعداد السلبية الأزلية لا يمكن أن نبحثها واحدة واحدة، ولكن سوف نقسمها إلى أربع مجموعات أساسية، ما يسمى المرحلة الأولى التي يطلق عليها العدم المطلق، ثم المرحلة الثالثة السلبية، ثم المرحلة الثانية السلبية، ثم المرحلة الأولى السلبية المتمثلة بالواحد السلبي. خلينا نبدأ بأصعب مرحلة عدمية أو أصعب مرحلة سلبية، وهي التي تعتبر أكثر وحدة مجهولة وغير مفهومة، ننطلق منها في عملية نزول. غير مهم عدم فهمها، المهم فهم المراحل التي تأتي من بعدها، من بعد نجم نقارنها بالمراحل التي تأتي من بعدها باش نفهمها. هذه المرحلة التي سوف ننطلق منها سوف نطلق عليها العدم الكلي أو السلبي البعيد، نطلق عليها أيضا الأصل، الأصيل، واجب الوجود، مجهولة كليا وغير معلومة من طرف الإنسان. هذه المرحلة لم يتوصل إليها أحد غير الفكر العميق الغنوصي الفطري أو لب المعتقدات التي يطلق عليها روحية أو ما وراء طبيعية، وهي خاصة بما يسمى العارفين أو الأقطاب أو العارفين للحقيقة في أعلى درجاتها. هذه المرحلة لا يمكن رسمها في أزلها الأول المرتبط بالأزل المطلق، ولكن يمكن رسمها في أزلها الأخير أو ما يسمى في ظهور المرحلة الرابعة السلبية، وهذه الصورة تمثل حالتها في آخر مراحلها، حيث أصبحت يطلق عليها الأربعة السلبية. هذه الأربعة السلبية هي خلاصة الأزل السلبي، وتحتوي كل الأزل السلبي من الأزل.
مثل رقم 4 نجم نقسموه إلى أزل من الأعداد. إذن الأزل مركز في الأربعة السلبية التي سوف ننطلق منها للنزول، رغم أن في الحقيقة ليس عملية تركيز، لأن الآن نحن في عالم العدم، ولكن يمكن أن نشبهها بالمشابهة، يعني 4 سلبي يساوي ما يحتوي أزل سلبي، 3 سلبي يساوي أزل سلبي يساوي 4 سلبي. نفس الشيء مثلا ما نسميه في الصور البيكسل، البيكسل متاع أي صورة هي تحتوي الصورة كلها، أو ما يسمى بالجين. الجين يحتوي كل جسم الإنسان تقريبا، وفيه صورة الإنسان كلها. بهذه الطريقة يجب أن تفهم الأعداد أو النقط السلبية التي موجودة في العدم، لأنه هو عدم فكل شيء فيه يشابه بعضه، وكل نقطة فيه سلبية تمثل الأزل كله. هذه المرحلة تمثل في المعتقدات القديمة بالماء، لأن الماء قطراته تشبه بعضه، ولكن يطلق عليه الماء الراكد الغير متحرك. ففي بعض المعتقدات نطلق عليه البحر الهادئ، وفي البعض الآخر نطلق عليه الماء، كما شاهدنا في المعتقدات الفيدية على أساس إنه البحر الذي ظهرت فيه البيضة متاع براهما. نجد في القرآن يقول وكان عرشه على الماء، وذكر الماء مجرد تشبيه ليس له أي أساس من الواقع، لأن هذه المرحلة ليس هناك بعد ماء. طبعا نحن هنا نتكلم على آخر مرحلة من مرحلة العدم المطلق، التي هي الأربعة سلبي، القسم الكبير الذي هو في آخره محدود بالأربعة وفي أوله وليس له أول، لأنه يمتد نحو الأزل. هذه المرحلة لأنها كانت جامدة وغير متحركة أصلا، كانت في نظام دقيق، بل يعتبر نظام كلي، حيث كل نقطة متشابهة مع الأخرى، وكل نقطة تحتوي كل الأزل. طبعا كلمة نظام هي أيضا تشبيهية، لأن كل الأمور هنا هي تشبيهية لا يمكن فهمها أصلا، بل يمكن أن نصل إلى نوع اللاحس لهذه الحالة في داخلنا عندما يقع ما يطلق عليه بالاعتكاف الأكبر، أو غيرها من الأساليب الروحية للاستقرار الكلي، حيث تتوقف حركة الجسد كليا، وتنزل طاقة الجسد كليا، ويتوقف التفكير كليا، وتصل إلى مرحلة إنك تفقد الحس كليا. وهذه الحالة يمكن أن تصل إليها أيضا ببعض أنواع المخدرات الخاصة لفقد الوعي كليا، وتبقى في حالة جمود كلية، كما تحصل طبيعيا عندما تفقد الذاكرة كليا، أو عندما تفقد ذاكرة أشياء ثم تتذكر أنت فقدت ذاكرة تلك الأشياء ولا تستطيع أن تتذكرها أصلا، كما تحصل فيما يسمى بالنوم العميق جدا بدون أحلام. هذه الحالة جدا مرعبة، وهي التي تفسر خوفنا من العودة إليها عند الموت عند أكثر الناس، وكما قلت كثير يعيشها طبيعيا، وتصبح تلك الفترة الذي عاشها عبارة على ثقب ليس فيه أي معلومة أو حس أو حركة.
أو إشارة بسيطة، ونجدها أيضا مرة أخرى في القرآن عندما يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بل هي تطلق على كل الأشياء لم تكن مذكورة ولا موجودة في عدم مطلق. ونجده أيضا في حديث قدسي يعتبر مضاعف عند السنة ولكن مأخوذ به عند الصوفية خاصة، وهو يقول: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وهو في الحقيقة كانت الأشياء كنزا مخفيا فأرادت أن تعرف فظهرت للوجود، أي هي إرادة داخلية للأشياء في عالم العدم المطلق. إذن لا يمكن وصف هذه الحالة أكثر ما قد وصفته. المهم، هذه الحالة في آخر مراحلها التي نطلق عليها الأربعة السلبي بدأت تدخل فيما يسمى الثلاثة السلبي، التي هي المرحلة الثالثة لو أتينا من تحت، والمرحلة الثانية لو أتينا من فوق، وهي مرحلة دخول العدم المطلق في مرحلة الحركة، أي في حالة فوضى كاملة. لا تنسى، نحن نتكلم في عالم العدم ونستخدم مصطلحات موجودة في عالم الوجود، إذن المسألة مجرد تشبيهية لا أكثر ولا أقل، لأن في هذه المراحل ليس هناك لا حركة ولا أي شيء آخر، كل شيء معدوم كليا. إذن بعد الجمود العدمي ندخل في مرحلة الحركة العدمية، بعد النظام العدمي الغير مفهوم ندخل في الحركة العدمية الغير مفهومة، أي من لا مكان ندخل في اللا زمان، أو من الماء الجامد العدمي إلى الماء المتحرك العدمي، من النظام العدمي إلى الفوضى العدمية، كل ذلك في العدم. السؤال الذي يطرح: لماذا تحرك العدم الجامد وأصبح متحرك؟ الجواب: هذا السؤال يخص عالم الوجود. عندما شيء موجود نقول لماذا وجد، بينما عندما شيء غير موجود لا يمكن أن نقول لماذا هو غير موجود. إذن المصطلحات تختلف والمقاييس ليس هي نفسها. إذن السؤال لماذا تحرك العدم الجامد هو سؤال ليس في محله، لأنه في حالة العدم، ويمكن أن نقول إنه في الحقيقة لم يتحرك، لأن ما ظهر بالضبط هو لا حركة في العدم الجامد، كما يمكن أن نقول لماذا لا يتحرك. إذن هنا نتكلم عن العدم المطلق بظهور الثالث السلبي من الرابع السلبي، والظهور هنا بلا إضافة لأنه عدم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنه أخذ المكان الرابع. مثلا على ذلك، إن عندك ماء راكد وتحرك، هل هناك إضافة للماء؟ لا بالطبع، ليس هناك أي إضافة للماء إلا الحركة، وهنا نتكلم عن عدم مطلق ظهرت فيه اللا حركة المطلقة وأخذت مكانه كليا، فأصبح ما نطلق عليه العدم المطلق الأول ليس له وجود أصلا، لأن عندما ننظر نرى أن عدم مطلق متحرك ولا وجود للعدم المطلق الجامد، أي أخذ مكانه بالضبط بدون أي إضافة أو زيادة، عبارة على عدم جامد تحرك فأصبح هو المسيطر، وهي الذي نطلق عليها الفوضى الكلية في العدم المطلق نتيجة الحركة. هذه الحركة أو اللا حركة في العدم الكلي
التي أحدثت فوضى أو لا فوضى هي الثالثة سلبي، أظهرت التنوع، لأن في العدم المطلق الأول الجامد كان هناك نظام غير متنوع متشابه كله نفس الشيء، والآن مع الحركة وقعت الفوضى وأظهرت التنوع، وهذا التنوع هو الذي أدى إلى ظهور الاثنين السلبي التي سوف تأخذ مكان الثلاثة كليا، ولم يعد وجود للثلاثة. ظهور الاثنين السلبي هو ما يسمى الشيئين، ولكن هنا ما زلنا في العدم السلبي. حاول أن تفهم هذه المسألة، وأضرب لكم مثل. لو عندك مثلا ماء، وهذا الماء تم تحريكه، طبعا كمية الماء هي نفسها، الجديد الذي ظهر هي الحركة، ثم نتيجة هذه الحركة ظهر ما يسمى الزبد، وهذا الزبد نتيجة الحركة، فهو ظاهر من الماء المتحرك، وهذا ما تقول عليه الفيدية ظهور البيضة فوق الماء، أو ما يقوله الإسلام استقرار العرش فوق الماء. العرش أو البيضة هي النظام، وحولها هي الفوضى نتيجة الحركة، فكل ما هو منظم ظهر، وهنا هذا الذي نطلق عليه أيضا في الفلسفة ما يسمى بالعقل الكلي، وهنا أصبح ما يسمى الزبد ظاهر على الماء، أو ما يسمى النظام ظاهر على الفوضى، وهنا ما يسمى ظهور الفوضى والنظام من نفس الشيء في نفس الشيء نتيجة الحركة، وهذه هي الازدواجية الأولى. لا تنسى كل هذا في العدم، إذن نحن نأخذ أمثلة من الوجود لكي نفهم العدم. إذن اثنين السلبي هو العقل، العقل هو منقسم إلى نعم أم لا، هذه هي الازدواجية، وأصبح ثلاثة سلبي إلى اثنين سلبي، الفوضى والنظام، وهذا الكل ما تنساوش في العدم، هذا مجرد تشبيه فقط لفهم هذه المرحلة. إذن بعد لا أخذ اثنين سلبي مكان ثلاثة سلبي، ظهر واحد سلبي، وهو الوعي العدمي، أو يمكن أن نطلق عليه اللاوعي، وهو الوعي بالنقيضين، نعم أم لا، جيد وغير جيد، فوضى ونظام، وهلم جرة، وأصبح العدم واعي، وهو كله في الواحد السلبي متقلص من الأزل، ويحتوي كل الأزل العدمي السلبي. هذا الواحد السلبي المعدوم اللاوعي اللاعقل اللاحركة اللاوجود أصلا هو الذي سوف لا يموت بالمفهوم العدمي، ويموت بالمفهوم الوجودي، وعندما يموت سوف يظهر الصفر السلبي ياخذ مكان الواحد السلبي، مثل الواحد السلبي خذا مكان اثنين السلبي، اثنين السلبي خذا مكان ثلاثة السلبي، ثلاثة السلبي خذا مكان الأربعة السلبي، الأربعة السلبي خذا مكان حاجة ما نعرفهاش اللي هي نفس الصفر السلبي. في الحقيقة عمري ما سمعت بحاجة اسمها صفر سلبي، وما نعرفش كان موجودة في الرياضيات ولا، وهل تأخذ بعين الاعتبار في الرياضيات، ولكن الفكر الغنوصي أو الصوفي العميق يتكلم على الصفر السلبي كمرحلة بعد
الواحد السلبي. هذا الصفر السلبي أدى إلى ظهور الصفر المحايد، وهي التي يطلق عليها نقطة الوسط العدمية، أو ما يطلق عليها نقطة العودة الأبدية. الصفر المحايد لا تعتبر الغنوصية أو الفطرة وجوده الفعلي، فهو عدم، ولكن تعتبره أيضا انعطاف أو طفرة وقعت في العدم جعلت ظهور ما يسمى بالصفر الإيجابي. هؤلاء الثلاثة أصفار، الصفر السلبي والصفر المحايد والصفر الإيجابي، تعتبرها الغنوصية المثلث المقدس لبداية الوجود، وهو الصفر السلبي هو ما يسمى بالشيء، والصفر المحايد هو ما يسمى بالمكان، والصفر الإيجابي هو ما يسمى بالحركة. فهو عبارة صفر في وسط صفر في وسط صفر، ولكن بطريقة مقلوبة. يعني الصفر السلبي على برا اللي هو ما يسمى الشيء، من بعد المكان في وسطه اللي هو عدمي أيضا، ثم الزمان في وسطه الذي هو عدمي. ومن هذا الصفر الإيجابي ظهرت النقطة التي يطلق عليها الواحد الإيجابي. والواحد الإيجابي هو في الحقيقة الذي نطلق عليه إبراهيم الأول، أو الرب الخالق، أو غيرها من التسميات، أو أصل الوجود، أو البيضة الذي تطفو على الماء، أو العرش الذي هو فوق الماء، أو غيرها من الأسماء التي ذكرناها في العدم المطلق ولم نذكرها إلا بعد ما عرفناها فيما يسمى الوجود وبداية الوجود. فهنا الغنوصية تعتبر بداية الوجود هي الواحد الإيجابي، وهو أصل الوجود، أي يعتبرون الرب ضمن الوجود، وما قبل الوجود إلا العدم. هذا ما تقول المعتقدات الباطنية. وهنا تقريبا نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو الثاني الذي طال أكثر من اللازم، والموضوع جدا حساس ومعقد ومشعب، من الصعب المنطق أو العقل الإنسان أن يفهمه، ولكن ينجم يحس ويفهم الإحساس متاعه الداخلي. وأرجو أن تكون فهمت ما يطلق عليه العدم هو تصور داخلي ومقارنة بما هو موجود في الوجود، ومن هنا تنطلق القاعدة: ما هو معلوم نفهم به ما هو غير معلوم. هكذا يقول الفكر أو المنطق الفطري الغنوصي. إذن نواصل في فيديو ثالث بعد هذا الفيديو حول أصل الوجود، ونوضح كيفاش تمت العملية فيما يخص الأصفار الثلاثة، أو ما يسمى المثلث المقدس، أصل الوجود الذي أدى إلى ظهور الواحد الذي هو أصل الوجود، والذي هو أوجد كل الوجود، ليس بالخلق وإنما بالظهور والتحول كما حدث في العدم. أرجو أن أكون قد وضحت الأمر أكثر شيء ممكن لكي أقربه لعقل المستمع، وأشكركم على التشجيعات، وأشكركم على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلامة.